خلي السي في هو اللي يتكلم. يعني انا ما بتكلمش عن نفسي، الحمد لله رب العالمين، من مدربين من 2010 2007 و9 10 حتى الان، احنا داخلين على 2020 اهو موسم 2019، والحمد لله طلع عاش بحقق 4 بطولات خارج الاهلي والزمالك. خاصه اي مدرب في الاهلي والزمالك البطولات بالنسبه له دي تحقيق عادي جدا، لان الفرق متعوده على البطوله، لكن عشان تحقق بطوله من خارج الاهلي والزمالك هو الصعب. كون ان انا ما بترشحش ما بينقص مني، يعني انا ما بينقص مني انا شخصيا، لكن ما فيش شك كل مدرب عنده طموح ان هو يمثل بلد. لكل مرحله لها مدربين، الناشئين غير الشباب غير الاولمبي غير الاول. انا طول عمري بشتغل في، من ساعه ما بدات التدريب وانا مع الفيرست كلاس، عمري ما مرنت ناشئين. عشان كده انا ما بفهمش في طبيعه، المفترض ان اللي يتولى هذه المسؤوليه في الناشئين في الشباب ناس عندهم سيكولوجيه التدريب في المرحله دي بالذات عشان تقدر تنجح وتخرج اجيال. لكن على المستوى العمري اللي ما كانش في الفريق الاولي بالمنتخب الاولمبي